العنوان غريب، انا اول ما سمعت العنوان طبعا استغربت، زي ما انا شايف في وشوش في القاعه ممكن تكون مستغربه من الموضوع شويه، بس بكل بساطه لو حبينا نقسم الموضوع لمصطلحات بسيطه نقدر نتفهم من خلالها موضوع النقاش النهارده. الديموغرافيا او علم الديموغرافيا هو علم السكان او الدراسات السكانيه اللي بيرتكز على دراسه خصائص السكان في التوزيع والكثافة والأعراق ومكونات النمو زي الإنجاب والوفيات والهجرة، نسب الأمراض والأعمار والجنس. أما لو اتنقلنا لمصطلح بينبثق من الديموغرافيا وهو مصطلح العائد الديموغرافي، فهو التعريف الخاص به بسيط جدا، هو النمو الاقتصادي المحتمل اللي ممكن ينشأ نتيجة لزيادة القوى العاملة. ولو رحنا وبصينا للقارة الأفريقية حطيناها تحت ميكروسكوب هيتضح أن التقسيم الديموغرافي للقارة ممكن يكون من أهم سبل التنمية المستدامة، شرط توفير استثمارات واضحة وصريحة ومباشرة في شباب القارة، خصوصا أن قارتنا قارة الأم القارة الأفريقية بتصل نسبة الشباب فيها ل 65% من سكان القارة، ودي نسبة عالية جدا جدا جدا، ولابد من الاستفادة منها عشان نقدر نحقق تنمية أو تنمية مستدامة تقدر توفر للقارة ودول القارة ودول الاتحاد الأفريقي تنمية على مدار السنين اللي جاية لتحقيق أجندة أفريقيا 2063 اللي كان رؤساء الدول اتفقوا على تنفيذها على مدار السنين القادمة. طبعا اسم الجلسة احنا أخذناه من القمة الأفريقية الأخيرة اللي أقيمت في أثيوبيا في أديس أبابا في شهر يناير 2017، كان عن تسخير العائد الديموغرافي. طبعا القارة الأفريقية زي ما كلنا عارفين ودارسين وسمعنا كتير عندنا موارد بشرية وموارد طبيعية ممكن تخلي القارة توصل لصفوف متقدمة من ركاب دول العالم. عانينا من استعمار وحروب ولسه بنعاني من بعض النزاعات والأزمات الداخلية والأزمات الخارجية، لكن الشباب هو الأمل، وعشان كده احنا موجودين في مؤتمر النهاردة، مؤتمر شرم الشيخ، وجلسة النهاردة عن ازاي الشباب يكونوا ترس في مكانة كبيرة تقدر تحقق للقارة الأفريقية هذه التنمية المستدامة، وده اللي هنقدر نناقشه مع كل ضيوفنا الكرام اللي مشرفينا النهاردة. بنقول لهم نورتوا شرم الشيخ، أهلا بيكم. طبعا بروتوكوليا وقبل كل شيء لازم نرحب بالساده الضيوف وعلى راسهم السيد الرئيس علي بونجو اونديمبا رئيس جمهوريه الجابون، اهلا بيك يا فندم. والسيد محمد بون عبد الله جيون رئيس وزراء جمهوريه السنغال. ثم السيد فرانشيسكو باسكال أوباما رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية. وعن يميني السيد الدكتور عبد الكريم موسى وزير الشباب والرياضة السوداني، أهلا وسهلا. وعن يساري مرة أخرى السيد سولومون دالونج وزير الشباب والرياضة النيجيري، أهلا بك. ثم السيد ريستو ياردا وزير الشباب والرياضة الإثيوبي. وعن يميني مرة أخرى الدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنى التحتية والطاقة ومفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي والمعلوماتية، عذرا لهذا الخطأ بنعتذر. وأيضا عن يساري الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان سابقا في جمهورية مصر العربية. ونهاية الدكتور ألكسندر ساشا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أهلا بك. أنا حابب أبتدي الحديث النهاردة مع السيد علي بونجو أونديمبا. حضرتك معالي أو فخامة الرئيس كان ليك تصريح مهم جدا عن التعليم في القارة الأفريقية. التعليم هو البذرة الأساسية اللي بنقدر من خلالها ننطلق إلى أفاق أوسع وأرحب لتحقيق
بنى تحتية، إذا كان يصح إن احنا نقول على العامل البشري بنى تحتية، اللي الناس اللي بتتعلم تعليم قوي هي القادرة على بناء الأمم. حضرتك كان ليك تصريح إن القارة الأفريقية في الفترة الأخيرة أو في العشر سنوات الأخيرة ابتدت تزداد فيها الجامعات والمدارس على مستوى أعلى من السنين السابقة. شايف القارة الأفريقية بوجود جامعات جديدة وطفرة نقدر نسميها طفرة في التعليم قادرة على مجابهة التحديات اللي بيقابلها التعليم، لسه القارة الأفريقية بتعاني من أزمة سفر في شكل شرعي أو غير شرعي، في منتظم أو غير منتظم للدراسة في الخارج؟ هل القارة الأفريقية تقدر تحمي ولادها وتخليهم يحتفظوا بتراثهم التعليمي وتراثهم والإرث الديموغرافي ويفضلوا موجودين في القارة الأفريقية ويدرسوا هنا؟ Merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par dire tout le plaisir qui est le nôtre de nous retrouver ici, c'est nos frères et sœurs égyptiens, et remercier pour l'accueil qui nous a été réservé. L'éducation est très importante pour le continent africain. Et tous les gouvernements reconnaissent aujourd'hui son utilité. Et nous avons donc des politiques très importantes pour pouvoir développer l'éducation. La première chose que nous devons faire, c'est d'assurer que l'éducation soit obligatoire jusqu'au moins l'adolescence, au moins à 16 ans. Et que les garçons et les filles puissent être éduqués de la même manière. Ensuite, nous devons veiller à ce que cette éducation soit la meilleure possible. Et donc, commencer déjà là à investir dans la petite éducation الكمبيوتر أو غيرها من الأجهزة. ثم بعد ذلك حين يصل الشباب إلى سن المراهقة وبعد ذلك من سيتوجهون إلى الجامعات ومن سيتوجهون إلى التعليم المهني، سواء كنا في مجالات التعليم أو التدريب المهني أو التعليم العالي، يتعين على هذه الدراسات أن توصلنا إلى وظيفة في بلادنا، بمعنى أنه يتعين علينا نحن الحكومات أن نتعاون ونعمل مع القطاع الخاص بغية أن نحدد احتياجات القطاع الخاص حتى يكون التعليم الذي يتلقاه الشباب متمشيا مع احتياجات الوظائف. ويجب أن نركز على مسألة التحول بالغ الأهمية من أجل التنوع الاقتصادي، لأن البلاد الأفريقية لديها كثير من الثروات ومن المواد الأولية، ويتم تحويل المواد الأولية خارج أفريقيا، في حين أنه يجب أن يتم هذا التحويل داخل أفريقيا لأنها مصدر هام للوظائف وللعمل. كما قلتم، لدينا قارة هامة و عدد كبير من السكان من الشباب، ولكن موادنا الأولية يتم تحويلها في الخارج، وهناك تتحدد الأسعار، وهذا لا يساهم في تحول المواد بهدف خلق الوظائف. يجب أن تتمشى سياساتنا مع الاحتياجات التي نحددها مع القطاع الخاص، ولكن أول شيء يجب أن يكون لدينا قارة قادرة على أن تنعم بالسلام المستدام وأن نعمل من أجل تحقيق التحول الصناعي وتحول المواد الأولية. أنا من كلام حضرتك إلى مجال آخر مع السيد عبد الله جيون من السنغال، رئيس وزراء طبعا جمهورية السنغال. زمان واحنا في مصر هنا كان بيقولوا لنا، بما اننا بنتكلم على التعليم
كانوا بيقولوا لنا دايما في المدرسة واحنا صغيرين كده، الجسم السليم او العقل السليم في الجسم السليم. السنغال من الدول الأفريقية اللي بتتميز في الرياضة، وتحديدا يعني اللي متابعين لكرة القدم احنا عارفين كويس قوي الفريق القومي السنغالي والمحترفين السنغاليين في مختلف دول العالم. يعني السنغال فيها تقريبا اكتر من 543 محترف خارج الاراضي السنغالية، ما بين محترفين داخل القارة الافريقية ومحترفين في اوروبا. هل السنغال ليها برنامج محدد للاستثمار في شبابها اللي بيسافروا بره يكونوا سفراء ليها؟ هل الشباب السنغالي لسه على اتصال بالبلد الام، خصوصا ان نقدر نعتبر كل المحترفين لكل دولة سفراء وبيقدروا يدخلوا عملة صعبة الى البلد فبيحصل رواج اقتصادي؟ وخلينا اسمع من حضرتك اكتر عن الموضوع ده وعن الرياضة تحديدا وكيفية الاستثمار وتحقيق تنمية في العامل الرياضي من دولة متقدمة رياضيا الى حد كبير جدا في القارة الافريقية. أشكركم شكرا جزيلا. وإثر ما قاله رئيس جمهورية الجابون فخامة الرئيس علي بونغو أن نعرب عن بالغ امتناننا وشكرنا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى جمهورية مصر حكومة وشعبا نيابة عن الرئيس الذي كان يود أن ينتقل ولكنه اضطر البقاء في دكار نظرا لارتباطات مختلفة. ويشرفني أن أمثله هنا في هذا المنتدى الذي يناقش موضوع الشباب ومستقبله، بمعنى مستقبل العالم بأسره. لقد تحدثتم عن الرياضيين السنغاليين، وقبل أن أرد على سؤالكم أود أن أؤكد على كلمات الرئيس بونغو: لن يتحقق التنمية دون السلام ولن تتحقق التنمية دون التعليم. الاستثمار في العنصر البشري هو الذي سوف يسمح لأفريقيا بأن تندرج في القرية العالمية، وبالطبع هذه القرية قرية العالم الذي نتطلع فيها إلى السلام والرخاء الذي نتشاطره. لدينا قيم هامة، ونعتقد أيضا بأننا قريبا منذ هذا الأسبوع سنقوم بالمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، ويبقى لنا نقطتين للوصول إلى هذه النهائيات. وما هو صحيح بالنسبة للقيم ينسحب على كل شيء وعلى الشتات الجسدورة. إن السنغال تعمل في إطار رؤية رئيس الجمهورية الرئيس ماكي سال في إطار برنامج نطلق عليه خطة السنغال البازغة، والذي يتطلع إلى البزوغ بحلول عام 2035. ولدينا برنامج هام حول هذا المفهوم: كيف نعمل حتى يتمكن السنغاليون في الشتات الجاسبورا ولهم قيمة كبيرة، سواء كانوا من المدراء أو المدراء في الشركات المختلفة أو المجالات المختلفة التي تساهم اليوم في نقل التنمية وتحقيق التنمية ونقل الموارد والثروات؟ كيف نعمل من أجل الاستفادة من الجاسبورا أو الشتات كدعامة قوية تحقق التنمية وتفيد السكان الآخرين في
في السنغال وأن يكون هناك إطارا محددا له حوافز تشجعهم وتجذبهم إلى العودة وللعمل من أجل أن تستفيد بلدهم. هذا ما يعمل عليه الرئيس ماكي سال، تشجيع الجاسبورا على أنها دعامة هامة في السنغال، وهي الإدارة 15 حيث أن لدينا 14 إدارة. بالحديث مرة أخرى وإلى السيد فرانشيسكو باسكال رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية، حضرتك كان ليك كلمة كنت تود إلقائها على ما سمعنا، فأرجوك الكلمة لحضرتك. Avant tout, je voudrais me présenter. Je suis de la Guinée équatoriale, un pays de l'Afrique centrale. Et je suis là pour représenter pour raison de calendrier, n'a pas pu être. وأعتذر عن رئيس البلاد الذي لم يتمكن من الحضور نظرا لارتباطاتهم. إن لغتي الرسمية هي الأسبانية وهي بمثابة لغة الأم، ولكنني سأتحدث بالفرنسية نيابة عن وفد بلادي. أود أن أشكر السلطات المصرية على حفاوة الاستقبال الذي حظينا به، وكذلك إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نقدم أشد التحية الحارة من قبل شقيقه رئيس الدولة فخامة الرئيس دازو. وبعد السؤال الذي طرحتموه علي، أود أن أضيف إلى ما قاله الرئيس علي بونغو، مع احترامي الشديد له، بالطبع الأساس هو التعليم. في غينيا الاستوائية لدينا نظام للتعليم هو يركز على عملنا من أجل تحقيق التنمية، إذ لن تتحقق التنمية دون التعليم ودون الإنتاج عن طريق الاستناد على التعليم. كما ذكر عن حق لدينا تطلع إلى السلام، واستمتعنا بسنوات من السلام مكنتنا من العمل من أجل التنمية. وأستفيد من الموضوع الذي حددناه، ألا وهو الاستفادة وتسخير العائد الديموغرافي عن طريق الاستثمار في الشباب. وعن طريق اختيار هذا الموضوع الذي اختاره الاتحاد الافريقي كموضوع قمة لعام 2017، يجب أن نتساءل لماذا وقع الاختيار على هذا الموضوع ولم يقع على موضوع آخر. إن الأمم المتحدة قد اختارت ورأت أن سكان القارة الأفريقية قد بلغ 1.2 مليار في 2015، ويسجل نموا سريعا حيث يصل إلى 2 مليار و3 مليار في 2063، وهذا يمثل أكثر من 29% كنسبة زيادة. وهذا العائد الديموغرافي، أي نحو 46% من الزيادة من الأيدي العاملة في أفريقيا لحتى عام 63 ستكون من الشباب الذين يبلغ أعمارهم من 15 إلى 34 سنة. ونظرا لهذه الأوضاع، فإن أفريقيا ورؤساء الأفارقة أثناء القمة الأفريقية قد طالبوا بوضع خارطة للطريق وضعت واعتمدت بغية ضمان الاستثمارات والتركيز على الشباب في القارة الأفريقية. والهدف من خارطة الطريق هذه هي توجيه وتسهيل تطبيق
الموضوع الذي اختارته الجامعات الاقتصادية وكذلك شركاء التنمية من خلال نتائج محددة ونقاط للتحول والتغلب على التحديات كما ورد في القرارات الصادرة عن هذه القمة. وإن عملية وضع خارطة الطريق قد استند على القيم والمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي مثل احترام مبادئ الشفافية والديمقراطية والحوكمة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد وسيادة القانون وتحمل المسؤولية في أداء الهيئات المختصة والمسؤولة وكذلك البرلمانيين والسلطة القضائية والمجتمع المدني ومشاركة المرأة والشباب في جميع المستويات والمؤسسات بمختلف أصعدتها وكذلك النهج المتعدد الأطراف للتنمية وحقوق الإنسان للجميع. والتزمت دولنا بالتنفيذ الفعلي للقرارات ولخارطة الطريق التي تستند على المبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي وجميع رؤساء الدول قد تقدموا بمداخلات واسمحوا لي أن أقتبس مما قاله الرئيس بازوغو أشار وأقتبس هنا بغية أن نستخدم بطريقة جيدة قدرات الشباب فمن الضروري أن تقوم الحكومات بوضع آليات وأنظمة تسهل الحصول على التعليم والتدريب على التكنولوجيا الحديثة والعمل والمشاركة والحياة العامة وعلى ذلك تفتح الطريق وتمهده إلى التكامل والتضامن الاجتماعي. هذا ما قاله الرئيس بازوغو. بالنسبة لغينيا الاستوائية ما الذي فعلناه بعد هذا الاقتباس؟ إن ترجمته بالنسبة لبلادي قد سمح بأن نعمل على الدعائم المذكورة في خارطة الطريق. بالنسبة للعمالة والمشروعات أولا يجب وجود آليات وتعاون متزايد مع الشركاء في القطاع الخاص وذلك بغية أن يقدم القطاع الخاص دورات تدريبية ودورات تعليمية في الخارج وإمكانيات للتدريب ولا سيما للمرأة والشباب وسياسات ملائمة قيد الوضع والتحضير وإجراءات وحوافز وتشجيع المشروعات المختلفة ومشاركة الشباب بها. في مجال التعليم وتنمية المهارات التدريب المتتالي وقد سمح ذلك بمراجعة المناهج التعليمية في المؤسسات التعليمية ولا سيما التعليم المهني. إن غينيا الاستوائية قد أدركت أنه دون التعليم المهني لن نتقدم من أجل تحقيق تنمية وتطور البلاد ولذلك وضعنا صورة في كل إقليم من أقاليم البلاد وأنشأنا مركزا للتدريب المهني. الدعامة الثالثة في مجال الصحة وضع وتنفيذ برامج صحية من أجل الصحة العامة والصحة الإنجابية وذلك يساهم في وضع وتحسين الخدمات الصحية لصالح المراهقين والشباب في المؤسسات الصحية الخاصة والعامة والمدارس وجميع المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات الصحية
في مجال الصحة الإنجابية، وذلك من أجل مكافحة انتقال العدوى للأمراض الجنسية والـ HIV/AIDS والحمل المبكر لصغار السن وتقليل نسبة الوفيات فيما بين المراهقين والشباب. إن غينيا الاستوائية حددت عملا لتحقيق والأهداف الإنمائية يستند على تخفيض نسبة وفيات الأمهات. أما بالنسبة للدعامة الرابعة وهي زيادة القانون والحوكمة وتمكين الشباب، أدخلنا التربية المدنية في المناهج المدرسية الذي يساهم في تحمل الشباب للمسؤولية عن طريق المنابر المختلفة الإعلامية، وكذلك التركيز على الثقافات وتطوير مبادئ القومية الأفريقية وحقوق الإنسان وزيادة القانون والمساواة بين الجنسين والتحمل المسؤولية الفردية. الحضور الكرام، لن أختتم مداخلتي دون أسترعي انتباه الدول والشباب إلى القول بأنه الاستفادة من تسخير العائد الديموغرافي في أفريقيا إنما هو تجسيد لتطلعاتنا وأهداف أجندة 2030 وأجندة 2063. نحن قادرون على فعل ذلك وعازمون، سنفعل ونحقق هذا الأمر، لأن الاستثمار والتسخير العائد الديموغرافي استنادا على حقوق الإنسان يحتاج إلى التغير المستدام والمستقبل الأفضل، ليس فقط لأفريقيا ولكن للعالم بأسره. نعم، سنحقق ونفعل ذلك، لأن الاستثمارات ستمكننا من أن نصل إلى مستويات رفيعة ومستويات من النمو المتزايد وخلق فرص للعمل وتشجيع الزراعة والأمن الغذائي وتعزيز التكامل الإقليمي والتكامل فيما بين مؤسساتنا من أجل الحكم الرشيد. السادة الحضور، السادة الضيوف والمشاركون، هذا هو ما يود وفد بلادي أن يؤكد عليه بشأن التأكيد على الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي. لن أختتم كلمتي دون توجيه كلمة إلى شباب العالم الذي يستمع إلينا والشباب الأفريقي، لكي ما أقول لهم نقطة ووجهة نظر شخصية أتشاطرها مع أبنائي عن طريق الحوار مع أبنائي، فإنني أعمل من أجل أن أشرح لهم أهمية سلوكياتهم أهمية أي شاب في مجتمعه وفي إطار المجتمع الأفريقي ومجتمع العالم برمته، ولأن تحديد مستقبلهم عن طريق مشاركة الفرد لصالح مجتمعه. لذلك أقول لأبناء العالم وأبناء أفريقيا، لديكم في هذه القارة يقع على عاتقكم واجب التقدم نحو مستقبل أفضل للجميع، وأساسا عن طريق الأعمال والتصرفات. وإننا سنستمع إلى هذه الجملة التي تقول أن المستقبل هو شباب أي دولة، هو مستقبل العالم برمته، وهو مستقبل أفريقيا التي تتطور باطراد. يجب عليكم أن تحققوا أهدافكم متطلعين إلى التطور والتحسن للجميع، ولا سيما الشباب، والتغلب على فترات عدم الاستقرار يجب أن نتجاوزها سويا، ولا تعوقنا الصعوبات يجب أن نتغلب عليها، ويجب أن نشير إلى قادة بلادنا وقادة قارتنا التي ننتمي إليها ونعمل من أجلها ومن أجل تطورها.
وشكرا لحسن الإصغاء. طبعا كل الشكر لمعالي رئيس وزراء جمهورية غينيا الإستوائية سيد فرانشيسكو باسكال، شكرا جزيلا لك. أنا حابب أتنقل إلى موضوع كنا سبق وفتحناه، هروح لمستر ريستو يارداو وزير الشباب والرياضة الأثيوبي. هو سؤال غريب شوية، بس أثيوبيا متفردة في ألعاب القوة وفي العدو مسافات طويلة تحديدا، إيه السر في أثيوبيا؟ يعني ليه الشباب الأثيوبي سريع إلى هذه الدرجة؟ ميداليات أولمبية ودولية دائمة. Thank you very much. شكرا جزيلا. أنني قد أعدت بيانا أود أن ألقيه عليكم الآن. اسمحوا لي أولا أن أعرب عن اهتمامي وشكري لجمهورية مصر العربية على تنظيمها لهذا المنتدى وعلى التسهيلات الرائعة التي قدمت لنا منذ أن وصلنا إلى هذه المدينة الجميلة شرم الشيخ. صاحب السعادة، بالطبع فإننا نود أيضا أن نعرب عن تحيات رئيس وزرائي هنا لهذا المنتدى، وأعتقد أيضا أن هذه فرصة سانحة لوفد بلادي لكي يحضر هذا المنتدى، وإننا أيضا نود أن نعبر عن امتناننا لصاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيمه هذا المنتدى الذي سيساعد على جعل عالمنا عالما أفضل. إذا ما أردنا أن نرى المستقبل فإننا الذي نتوق إليه، فإنني لابد أن نستثمر في الشباب وأن نشغلهم في كل الأمور التي يمكن أن تشكل مستقبلا أفضل. وهذا الأمر يمكن أن يكون بالنسبة للموضوعات المطروحة التي نشارككم في بعض الأفكار الواردة بها، وعلى أي حال فيما يتعلق بتسخير الموقع الديموغرافي في الشباب، فإنني أقول أن هذا يحتم علينا أن ندرك أننا لابد أن نلتزم بهذا الأمر لكي نحققه على أفضل وجه. وهذا من منطلق اعتقادنا بأن بلادي تؤيد هذه القضية الهامة التي قد جعلها الاتحاد الإفريقي هي الموضوع الأساسي الذي نناقشه الآن. وهذا بالطبع إن لدينا عددا من السكان ومعظمهم من الشباب، إننا شعب شاب، وأعتقد لابد أن نزيد من الفرص التي تقدم لهؤلاء الشباب. وعلى في الماضي قد حاولنا بكل الطرق والوسائل لأن نحاول أن نسهل وعلى أحداث النمو الاقتصادي وأن نحقق كل ما نستطيع من أجل تخفيف حدة الفقر، وأعتقد أننا حاولنا أن نحقق الجوانب الديمقراطية وخاصة في البرامج التي تتعلق بالحد من الوفيات، وأن هذا يمكن أن يؤدي بنا إلى أن نشترك بكل الطرق التي يمكن أن تفيد في هذا المضمار. وفي عام 2000 بدأنا هذا الأمر منذ بوقت مبكر، وفي عام 2016 كان نسبة الوفيات قد انخفضت إلى حد كبير،
وقد وصلت النسبة 64%، وأن الأمر لا يتعلق بالأرقام، ولكنني أود أن أقول لكم أننا نحاول أيضا أن نرفع من المستوى التعليمي، وأن الحكومة قد أنشأت مدارس ابتدائية وثانوية في أماكن عدة من أجل تحقيق هذا الهدف. إننا قد حققنا إلى حد كبير هذا الهدف على المستوى الابتدائي، وأننا نتفق جميعا أننا سنسهم في ضرورة أن نصحح الوضع المتردي، وأن نعمل على حفز الجوانب التي يمكن أن تسحب النمو الاقتصادي، والتي وصلت إلى انخفضت إلى 4.1 في عام 2016. وأعتقد أن وأثناء العقد الماضي فكان لدينا برنامجا صحيا طموحا يمكن أن يؤدي إلى تحسن الحالة الصحية لسكان بلادنا، وإننا نعول الكثير على تخفيف والتقليل من نسبة الوفيات، وإننا نعتقد أيضا أن التحسين في مجال التعليم وخاصة تعليم البنات، فإن هذا الأمر قد اهتمت به المجموعات السياسية المختلفة لتسخير الوضع الديموغرافي لتحقيق الأهداف ولمعالجة كل القضايا، وأننا نمتن إلى أن هناك من ساعدونا في هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي، وأننا نحاول أيضا أن نعمل في مجال التدريب، ونحاول أيضا أن نركز على مشروعات المرأة، وأننا نحاول أن نمكن الإثيوبيين من العمل بصورة جيدة، وأن الحكومة قد اعتبرت أن النمو الاقتصادي النمو السكاني في إثيوبيا يمكن أن يشكل تحديا أمام مشكلة الفقر. عذرا مستر ريستو، نود الترحيب بالسيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. اهلا بك يا فندم. اجمالا احنا بنتكلم على تسخير العائد الديموغرافي من أجل الاستثمار في شباب القارة الأفريقية لتحقيق تنمية مستدامة. حضرتك يا فندم دي كانت عنوان القمة الأفريقية في أديس أبابا يناير 2017. احنا بنحاول مع السادة الحضور نوصل لآليات نقدر من خلالها ان احنا نستفيد من شباب القارة لتحقيق تنمية حقيقية، من خلالها نقدر ننفذ أجندة أفريقيا 2063. الكلمة كانت مع وزير الشباب والرياضة الإثيوبي السيد ريستو ياردعو. شكرا مرة أخرى. ولكي نواجه هذا التحدي، فإن حكومة بلادي قد أكدت على ضرورة أن نخفف من حدة الفقر، وأن النمو الاقتصادي هو الأساس الذي ينبغي أن نحققه. وإذا كانت استراتيجية التنمية هو أن نحاول أن نركز على التوزيع العادل وكذلك استخدام رأس المال البشري، فإن هذا الأمر يمكن أن يحقق ويساعدنا على توزيع وتحقيق حياة أفضل لشعوبنا. وأننا في السنوات العشر الماضية وجدنا أن هناك نمو متساو ونمو متزايد، وهذا بسبب بعد النظر الوطني الذي حاولنا أن نضعه حتى عام 2025. وأعتقد أن هذا الأمر كان مهما بالنسبة للنمو الاقتصادي، إن هذا التمكين الاقتصادي قد مكن الشباب لتحقيق إمكانياتهم في الحياة من خلال نهج متكامل
متكامل وكذلك يهدف إلى إيجاد فرص للعمالة والحد من الفقر، وأننا حاولنا أن نخلق فرصا للعمل ونحسن ظروف العمل، وذلك من خلال التعليم وكذلك المشروعات الصغيرة وكذلك الاستثمارات وتشجيع العلم والتكنولوجيا من أجل شحذ هذه الأنشطة في القطاع الخاص. ومنذ السنوات العشر الماضية فإننا استخدمنا هذا النمو كعلى أنه قضية لابد أن يشترك فيها الشباب في مجال الاقتصاد، وبالطبع فإننا حاولنا أن نضع استراتيجية جديدة تهدف إلى معالجة الاحتياجات التي لدى الشباب. وفي الوقت الذي نحاول أن نحسن فيه ظروف معيشة نسبة كبيرة من سكان إثيوبيا، خاصة تلك المناطق التي تعاني من الفقر المدقع، فإننا نحاول بقدر الإمكان أن نعمل بصورة جماعية لكي نستخدم هذا العنصر الديمغرافي لكي نتوصل إلى خلص فرص، ونحاول أن نعرف كل ما يمكن أن نسخر من خلاله الوضع الديمغرافي، وأن تحسين التعليم هو المحك الرئيسي، وأن المساواة بين الرجل والمرأة هما أمران مهمان، وأننا نعمل من أجل تنفيذ البرامج ونحاول أن نوسع كل فرص التعليم ونحقق نسخر الوضع الديمغرافي الذي يمكن أن يحسن ظروف معيشة شعبنا، وأننا نحاول أيضا أن نحسن البنية التحتية ونسخر مجهوداتنا في مجال الشراكة وفي مجال العمل وفي مجال التنمية، وخاصة التنمية مع شركائنا في القطاع الخاص وغيره من الشركاء الآخرين، وأننا نحاول أن نخلق جوا مناسبا يعمل في الشباب. وفي نهاية كلماتي أعتقد أن العنصر الديمغرافي يمكن أن يقضي على الفقر ويساعدنا إلى خلق عالم أفضل وخاصة للشباب، وأننا نعزز المجهودات بين تعاوننا مع بقية دول العالم من أجل أن نجري مشاورات وثيقة. وأود أن أؤكد لكم جميعا أننا ملتزمين معالجة هذه الأهداف، وشكرا جزيلا على حسن انتباهك. شكرا. وبالنسبة للسؤال الخاص بالرياضة وخاصة الجري وكيف الوقت ما بين السادة المتحدثين. اوكي ثانك يو. سو جاست شكرا. أذكر ثلاثة نقاط. لقد وضعنا سياسة رياضية وكسياسة رياضية تركز على الميزة التنافسية بالنسبة للرياضة، وكما قلت من قبل بالنسبة لدور النساء في هذا المجال، وقدنا بإقامة أكاديميات ومؤسسات وذلك لتدريب الشباب الذين لديهم القدرة الرياضية. والحكومة تسعى أيضا من أجل أن تضع أجندة للتنمية في مجال الرياضة وتطويره، وهذا ضمن برنامجنا. وبسبب ذلك فإننا بالفعل علينا نبذل الكثير في هذا الاتجاه لاستغلال الفرص المتوفرة لنا. وشكرا. أتوجه بالحديث للجانب الأيمن، دكتور عبد الكريم موسى وزير الشباب والرياضة السوداني. الإحصاءات في السودان بتقول أن نسبة الإعالة في دولة السودان مرتفعة إلى حد ما، يعني في خلال العشر سنوات الممتدة من 2006 إلى 2015 كانت نسبة الإعالة في الفئة العمرية للشباب في سن العمل بتصل إلى
73% أو 75% تحديدا. خطط الدولة السودانية للتعامل مع نسبة الإعالة للشباب في سن العمل تحديدا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيد الأولين المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة الرئيس علي بنجو رئيس جمهورية الغابون، السادة الحضور، السادة الوزراء، إخوة الكرام، شبابنا الذين احتشدوا في هذه القاعة والذين أتوا، نرجو أن يكونوا هم صناع قراراتنا المستقبلية والآنية إن شاء الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أخاطب هذا الجمع الكريم، ويسعدني أيضا أن أطرح بعضا من تجاربنا في جمهورية السودان، ويشرفني في هذا المحفل أن أمثل فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير وكل شباب السودان الذي يقرئكم السلام، ويتمنى لهذا المنتدى كل نجاح، ذلك باعتبار أن هذه هي واحدة من المنتديات التي تؤطر وتوطن لثقافة الحوار، ولذلك كان لابد من أن نرفع التحية والتجلة والإكبار لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية. التي أتاحت هذه الفرصة، ونعتقد جازمين ونحن نتحدث عن العائد الديموغرافي، تسخير العائد الديموغرافي للوصول إلى التنمية المستدامة، فقطعا هذا التعريف الذي ذكر في بداية الحديث وأن العائد الديموغرافي هو عبارة عن التحولات المحتملة في الديموغرافية المحددة في المنطقة المحددة وفي الدولة المحددة بناء على التصنيف في الفئة العمرية المحددة للدولة المحددة. هذا العائد الديموغرافي والذي بلغ، وتتعلمون أن الأمم المتحدة تصنف الحد الأدنى من العائد الديموغرافي في فئة الشباب الذين ينبغي أن يكونوا على مستوى الفئة العمرية للعمل أن لا يقل عن 55%. الآن نحن نقول أن في أفريقيا نسبة الشباب في سن العمل هم بين 65 و70%، وهذا حتما نسبة كبيرة، وهذه النسبة قطعا محتاجين أن نقول أننا نريد أن نسخر هذا العائد الديموغرافي بهذا الفهم الأكاديمي. ولكن دعونا نقول هذا التسخير قطعا يحتاج لمعينات ولمعاول ولمعدات ولتراتيب ولخطط، وقطعا لا تساوى الدول في إمكانياتها التي تسخر بها هذا العائد الديموغرافي، وبالتالي هذه النسبية والفوارق في هذه الدول يحتاج لعقل جمعي نضع فيها الخطط الجمعية، نضع فيها الخطط الكلية. ولذلك مثل هذه المنابر التي يجمع ما بين شبابنا في العالم وما بين صناع القرار في هذه البلدان، يكون هذا التلاقح نوع من أنواع أرقى أنواع التحاور ما بين الرسمي وما بين الشباب. نحن نقول أن شبابنا في العالم الآن في أفريقيا بصفة خاصة هم أكثر نضوج، وقطعا شباب الأمس ليس هم شباب اليوم بأي حال من الأحوال، لا احتياجاتهم ولا الظروف الذين هم عليهم فيه الآن. ولذلك لا بد أن نقول أن علاوة على ما سوف أذكره على تجربة السودان في تسخير الديموغرافي، ولكن أطلت في هذا المقام لأؤكد بأن واحدة من أهم مرتكزات الانطلاق في تسخير الديموغرافية هو أن نتيح لشبابنا المنصات في أن يخططوا لأنفسهم وأن يكونوا هم المخططين، لأن أنجح أنواع التخطيط هو ذاك التخطيط الذي يأتي من
من القاعدة إلى القمة، والذي يكون المخطط له هو جزء من التخطيط. ولذلك نقول أن هذه المنصة للمرة الثانية وهذا المنتدى هي واحدة من أكبر مؤسسات دعم وتسخير العائد الديموغرافي للاستفادة من الفئة العمرية وصولا إلى التنمية المستدامة. وفيما يختص بتجربتنا المتواضعة في السودان، فقد تصدت الحكومة السودانية لمهددات التحول الديموغرافي من خلال سياسات واستراتيجيات مدروسة تراعي الفرص وعمليات صنع القرار ونتائج التنمية البشرية، بما يحقق للشباب فرصة الحصول على تعليم جيد وإكسابهم مهارات مميزة بحيث تمكنهم من إيجاد فرص عمل تستوعب المتغيرات الجديدة. فاستحدثت مشروع إيجاد فرص العمل للشباب ومشروع الشباب المنتج وشبكة الشباب المنتجين ومشاريع استقرار الشباب، ودعمت ذلك بسياسات تغذية محفزة ومشجعة عبر البنوك وبدون سقف أرباح، عبر تكوين محافظ تمويل ودعم أنشطة ومشاريع الشباب بإنشاء وحدة متخصصة في التمويل الأصغر بالبنك المركزي وفروعه في كل البنوك العاملة بالسودان، وإنشاء صندوق التشغيل الخريجين. وكونت وزارة الشباب والرياضة صندوقا خاصا سميناه هذا الصندوق سمي بصندوق خاص لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية، وإنشاءات وزارة الضمان الاجتماعي وحدة الحد من الفقر وبنك الادخار وبنك الأسرة ومفوضية العودة الإنساني، في الوقت الذي تواصلت مشروعات الاتحاد الوطني للشباب السوداني لرفع قدرات ومهارات الشباب تمكينا لهم من العمل الحر والمنتج، وكلها تعمل على منح الشباب فرص للقيام بأنشطة اقتصادية ذات عائد اقتصادي حر وبفضل موارده الطبيعية الكبيرة. فقد اعتبر السودان أكبر أرض أو أرضا للفرصة الواعدة التي نسعى لاغتنامها لمصلحة الشباب، ليس فقط شباب السودان ولكن لمصلحة شباب العالم. فكان الاهتمام بإنشاء جامعات في كل مدن السودان لزيادة العائد الديموغرافي وإتاحة الفرصة لكل الشباب في سن التعليم للحصول على مؤهل يمكنه من الإسهام في المجتمع وترقيته. فارتفعت نسبة الاستيعاب في جامعات من 11,000 طالب إلى 250,000 طالب. فيما انتشرت مراكز تنمية المجتمع وتدريب التحويلي والحرفي والمهني والتقني لرفع كفاءة الشباب وإكسابهم مهارات الحياة الضرورية والمبدعة. ولم تعد الوظيفة الحكومية هي أمل الشباب، بل أصبحت فرص امتلاك المشروع وإدارة عمل خاص هي السمة الغالبة على طموح معظم الشباب، الأمر الذي شجع عدد كبير من الشباب للعودة للسودان من بلاد المهجر واستثمار عائدات اقترابهم فيه. إن الجهود الجبارة التي ظلت حكومة السودان تبذلها تعزيز السلام واستدامة التنمية تجد رضا من المجتمع المحلي وتقدير من المجتمع الإقليمي والدولي، وكل ذلك يصب في مصلحة شباب العالم وشباب السودان واستقرارهم وضمان حياة كريمة لهم. ونؤكد لكم من هذا المنبر إننا لا نألو جهدا في سبيل تحقيق ما يحسن من مستوى معيشهم ويرضى طموحاتهم للحاق برقب الأمم التي سبقتهم تنمية ورفاها وازدهارا. وختاما نكرر الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولأركان دولته ولشعب مصر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ونأمل أن يقدم الشباب من خلال جلسات هذا الملتقى ما يؤكد حسن ثقتنا في قدرتهم على اتخاذ القرارات التي ترسم مستقبل أجيالنا القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتور عبد الكريم. أتوجه إلى ضيف آخر من ضيوفنا الكرام، السيد سولومون دالونغ وزير الشباب والرياضة النيجيري. أهلا بك يا فندم. نيجيريا تحديدا لها تجربة متفردة وواضحة وصريحة في تسخير العائد الديموغرافي للشباب، تحديدا عن طريق برنامج ان باور بروجرام او ناشونال باور بروجرام اوف نيجيريا. تجربة متميزة جدا وانضم ليها عدد كبير، تشبه الى حد ما التجربة اللي احنا بنمر فيها في مصر، بي ال بي شباب البرنامج الرئاسي. لكن في نيجيريا في كلام كتير جدا عن البرنامج وبينضم له ناس وبالفعل بدا ياتي بثماره. انا حابب اسمع من حضرتك اكتر، وانا اسف وعذرا في عجاله لان الوقت المتبقي لابد من ان احنا نقسمه على كل الساده الحضور اللي لم تتاح لهم الكلمه. تفضل. Your Excellency, the democratically elected President of the Arab Republic of Egypt. Your Excellency, my brother and friend,
the democratically elected president of Gabon. Fellow ministers that are here, Your Excellencies, the youths and the future leaders. Well, I think in trying to appreciate the discourse, we need to also place into perspective the discussion. In 1885, the colonizing authorities gathered in Berlin. They discussed Africa with a map. There was no African there to speak for Africans. And at the end of the day, they created artificial barriers in the name of boundaries, partitioning Africa into different compartments. And that is the political, that is the colonial heritage we're living. هذا التراث الاستعماري الذي نعيش فيه من خلاله. في محاولة لتقدير ما كيف نستطيع أن نعظم العائد الديموغرافي فإن أفريقيا عليها أن تنظر إلى أنفسها وتحدد طريقها. وأفريقيا عليها أن تقدر من إمكاناتها. And in doing this, ومن خلال ذلك فعلينا أن ندرك that we have أن a لدينا asset, أصل من منحة الله وهي أراضينا من خلال إطارنا الثقافي. نعرف أن التراث المستقبل هما الشباب. وفي الواقع إذا ما كانوا تراثا لنا فبالتأكيد يجب أن يكون هناك ضرورة لسياسة مباشرة للمشاركة والنفي باحتياجات الشباب. ومن خلال الوفاء بذلك يجب أن نضع لهم منصة من أجل المشاركة يكون بان للثقة داخلهم حتى يؤمنوا في بمجتمع حيث ينتمون ويؤمنون بالمستقبل وينظرون لأنفسهم على أنهم أصل جيد للمستقبل. هذا يعتبر أمرا متسم بالتحدي. وأنا القيادات الأفريقية عليهم أن يصمموا على تعزيز العائد الديموغرافي في هذا المجال. أن أفريقيا دربت العالم وبصفة خاصة الأمم المتحدة في تمكين الشباب. وهذه المرة نتجمع ونعقد الندوات الممتازة بشأن تمكين الشباب بمبادئ عظيمة وأفكار عظيمة، ولكن لا نفعل ذلك بالناحية العملية ومواجهة تحديات الشباب اليوم. إن أفريقيا على أن تتحرك من التقليد إلى النهج العملي. وهنا أود أن أشيد برئيس مصر الذي نظم هذا المنتدى بصفة خاصة. ولي أيضا أن أشيد بتواجده وقدرته على أن يتمكن من الحضور معنا. ومن خلال تواجده معنا ضيق الفجوة الواسعة القائمة ما بين الشباب والقيادات. أهنئك سيد الرئيس. إن قيادات أفريقيا يجب أن يبنوا الثقة في الشباب من سد الفجوة والاقتراب منهم. ولكن بالنسبة للتجربة النيجيرية، عندما قام انتخاب رئيس نيجيريا السيد مندوب بوهابي، إحدى التحديات الكبيرة التي واجهناها كانت أن نيجيريا بلد بأكثر من 180 ما بين 180 إلى 200 نسمة، مليون نسمة. هناك شباب يمثل ما بين 70 إلى 80%، ومن هذه النسبة الكبيرة 30 إلى 40 مليون هم لا يعملون. ولذلك صممنا وقررنا أن يكون برنامج يسمى بالتمكين. تمكين يتضمن أربعة مكونات من القطاع الاقتصادي: الصحة والزراعة والتعليم والخدمات العامة. والتمكين برنامج واسع للحكومة، فهناك متخرجين
يعملون ومرتبطين بوزارات مختلفة الحكومة ويسمح لهم بدفع علاوات حتى يتمكنوا من المعيشة لكي تكون لهم الخبرات الضرورية التي تعدهم من أجل تحمل المسؤولية في المستقبل. وقد أدركنا أن في كل مرة يتخرج الشباب من الجامعات ويطلبون الوظائف الشركات تعطيها حكومات وكالات تطلب خبرة تبلغ ما بين 3 إلى 5 سنوات. كيف لشخص قد تخرج التو ويحصل على الخبرة لكي يعمل؟ الطريق الوحيد الذي نوازن ما بين ذلك هي أن نضع نظاما جديدا يسمح لهم بالخبرة عندما يكون على الاستعداد للعمل أن يكون لهم الشروط الضرورية من أجل الخبرة للعمل. وفي 2016 صوتت الحكومة وطرحت 500 مليون من العملة النيجيرية من أجل الاستثمار في هذا البرنامج، ولدينا 5000 شاب يعملون ويعملون في 2016، ونعتزم أن نرفع هذا الرقم في 2017 وأن سوف نستمر في تنفيذ هذا البرنامج الحكومي حتى 2019. أيضا لدينا برنامج قيادي فريد يسمى برلمان الشباب القومي، وهو البرلمان الوحيد في أفريقيا. هذا هو الوحيد في كل أنحاء أفريقيا. هذا البرلمان الوطني يوضع وفقا للبرلمان النيجيري. لدينا 109 منطقة فيها 109 منطقة مركزية، وكل من هذه المراكز تقوم بانتخاب شاب في هذا البرلمان، برلمان الشباب القومي. لدينا 109 مركز في هذا البرنامج يقوم بانتخاب الرؤساء والحكومات. بيخرج بتوصيات بالفعل بتوصل للبرلمان الحقيقي أو للحكومة؟ السؤال مرة تانية، هل البرلمان، برلمان الشباب، بيخرج بقوانين أو مشاريع قوانين بتدرسها الحكومة النيجيرية أو البرلمان النيجيري؟ Yes, yes. نعم. The National Youth Parliament is البرلمان القومي الشبابي يعمل خلال العام، ولديهم 3 أشهر للريادة حيث يعاروا من المراكز المحلية ويحلون مشاكل الشباب ويوفون بهذه النتائج، ويتم إرسالها للحكومات لتفعيل هذه الحلول. بالنسبة لوزير الشباب، هو المسؤول عن متابعة هذا وينسق مع مدير البرلمان وينهي هذه المشكلات. أما بالنسبة للجلسة التالية للبرلمان ستكون خلال الأسبوع المقبل، وأنا سأتابع ما هو سيعلن عنه برلمان الشباب، وسيتم من خلاله إصدار توصيات للحكومة. الأساس في هذا كله هو أن نبتعد عن أحد من التدريب النظري إلى التدريب العملي للأفراد. ونحن مهمة جدا مستر سولومون، أنا هاخد من نقطة حضرتك دي نقطة مهمة جدا وانتقل بها للدكتورة أماني أبو زيد. دكتور أماني، احنا شفنا مشاريع وتجارب دول عديدة مشرفينا النهاردة في الجلسة في شرم الشيخ. ازاي نقدر نستفيد من كل التجارب دي ونخرج بتجربة جديدة لتسخير فعلا العائد الديموغرافي الشبابي لتحقيق التنمية اللي احنا بننظر ليها؟ هل في طريقة محددة او خريطة محددة نقدر نمشي عليها، ولا كل دولة بيكون ليها طريقة مختلفة على حسب الواقع السكاني ليها او طريقة العيشة في البلد دي؟ اولا اشكرك على السؤال، بس بداية قبل ما ابتدي كلامي احب اتوجه بالشكر لمصر وطني لدعوتي لأول مرة بشكل رسمي منذ انتخابي في يناير الماضي في المفوضية الإفريقية، وأتولى فيها حقيبة البنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة. وأتوجه بالشكر خصيصا لفخامة الرئيس على ترشيحي لهذا المنصب الهام. أنا هاخد ربما هتعرض لنقطة مختلفة شوية عن سؤال حضرتك، يمكن كسبا للوقت.
أنا أؤكد وأثمن على كل النقاط اللي سبق ذكرها من بداية من النقطة الخاصة بالتعليم اللي أثرها سون إكسلانس بريزيدون علي بونغو وبكل النقاط اللي أثرها معالي الوزراء والحاضرين. أنا هؤكد على نقطة الاندماج الإقليمي. ليه؟ لأنه صحيح قارتنا قارة شابة وهي ليست فقط ده يعني يمثل أكبر ثروة للقارة الإفريقية، وأيضا أنا براها وكلنا نراها كفرصة بعض الخدمات وبعض الأمور ربما لم غير موجودة في القارة، فهي تمثل بالنسبة لنا فرصة جديدة. شبابنا في القارة الإفريقية دلوقتي لا يسعى لنقل تكنولوجيا أو خدمات موجودة في قارات أخرى لإفريقيا، بل يستحدث تجارب جديدة وابليكيشنز جديدة على العالم خالص. واخد لحضرتك مثال الموبايل بانكينج، ده اختراع إفريقي خالص بدأ في كينيا، والآن إفريقيا هي رائدة في العالم في الموبايل بانكينج. السيدة قاعدة في السوق في غرب إفريقيا بتدخل عائدها استخدام التعاملات البنكية عن طريق التليفون المحمول. فإذا إفريقيا هي النهاردة كينيا أيضا أعلنت واحدة شابة عندها كسبت $100,000 لأنها عملت أبليكيشن بتابع بالسيدات الحوامل في اللي هم الرعاة في المناطق الريفية. يبقى إذن إفريقيا ليست مستهلكة للتكنولوجيا ولكن هي مستحدثة للتكنولوجيا. إنما نقطة الاندماج الإقليمي لأن سياساتنا والنمو الحدث في إفريقيا في الفترة اللي فاتت وهو نمو غير مسبوق وإيجابي في القارة لمدة ما يقارب العقدين دلوقتي، إحنا نسعى أن يكون أيضا نمو مصاحب بخلق فرص عمل كبيرة. اقتصادياتنا في إفريقيا إحنا قارة فيها أكثر من 50 دولة، إذا اقتصادياتنا صغيرة، وإن لم نتمكن من توسيع حجم الاقتصاد فلن نتمكن من خلق فرص عمل. مبادرات الإفريقية، المبادرات منها خلق منطقة للتجارة الحرة، لا يكفي الإعلان ولكن أساسي فيها البنية التحتية. فخامة الرئيس أشار في الجلسة السابقة لأهمية البنية التحتية، الطرق، الريلويز، السكك الحديد، النقل الجوي. النقل الجوي احنا عندنا اللي هو فلاج شيب او مشروع كبير ان هو يبقى القارة الافريقية النقل الجوي فيها افريقي. لا يعقل ان افريقيا 80% من النقل الجوي في افريقيا من شركات غير افريقية. ايضا الانتقال ليس فقط ان انا احط اسمنت في ابني يعني ترمك او ان انا احط اسمنت، ولكن في بنقول عليها البنيه التحتيه السوفت انفراستراكشر اللي هي ايه، بنيجي على الحدود وبنقول بنعمل طريق، بتقف الشاحنات بالثلاث والاربع ايام على الحدود علشان بتخلص فيها اجراءات، يبقى احنا ما سهلناش الامور. أو بنعمل شبكات للطاقة وشبكات الطاقة ما بين دولة ودولة لما نيجي ننقلها، فبنلاقي إنه يا إما regulations أو البوليسيز مختلفة أو نظم التعريفة مختلفة. ومع ذلك في بقى النماذج الجميلة اللي إحنا بنراها برضو، إحنا عندنا 7 دول إفريقية في غرب إفريقيا مثلا في مجال البنية الرقمية أعلنت إنه ألغت التعريفة التجوال تماما وأصبح الانتقال ما بين الدول المختلفة 7 هي نفس الأسعار كأنك قاعد في نفس البلد. عندنا في مجال النقل الجوي دول كتيرة فتحت دلوقتي مجال الجوي الانتقال أكنك بتنتقل داخل نفس البلد. دول أيضا كتيرة دلوقتي أصبح فيها الفيزا، الإفريقي ما أصبحش بينتقل يحتاج 50 فيزا عشان ينتقل من دولة إلى أخرى، يا إما لغت الفيزا الأفارقة أو خلت الفيزا عند الوصول. حضرتك تقصدي تكامل أكتر ما بين الدول الأفريقية لوضع الاندماج طبعا أساسه البنية التحتية الرقمية لأن هي الأساس دلوقتي لكل شيء، يعني أصبح هي اللي بتحرك القطر وهي بتحرك الطيارة وهي اللي بتنقل الكهرباء ودي الأساس. ومجرد كابل واحد اللي هو الكابل اللي اسمه مين وان ما اتعمل رخصت فيها الإنترنت في نيجيريا وفي غانا بنسبة 80% عشان كابل واحد اتحط. عشان كابل واحد. فأنا بس بقول إزاي أهمية إن البنية التحتية في إنها دورها في إن هي بتدمج الشعوب وبالذات القارة الإفريقية لأنها نسعى إلى اقتصاد كبير بيولد طاقات عمل وفرص عمل كبيرة يصاحبها أيضا بالضرورة. يعني دكتورة أميني أخرج من حضرتك من كلام حضرتك بتوصيتين واضحين، بنية تحتية رقمية تحديدا. لا بنية تحتية بشكل عام دي هي الأساس بنقول عليها الباك بون أو هي العمود الفقري
الحضري التقاري للتنمية والاندماج الأفريقي، ومن جانب آخر التكامل ما بين الدول الأفريقية لتحقيق، لا مش التكامل، الاندماج، الاندماج عشان أقوم الاندماج ما بين الدول الأفريقية. أروح لدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان سابقا. دكتورة هالة، أنا حابب أرجع أكتر للإنسان نفسه. في احنا قدامنا سؤالين مع حضرتك ومع دكتور ساشا. سريعا لقصر الوقت وضيق الوقت، انا بعتذر جدا. الانسان نفسه بيضطر في ظروف واوقات انه يسيب بلده ويخرج يروح يدور على فرصة في مكان تاني ويعرض نفسه لمخاطر، ويمكن احنا في مصر عانينا فترات طويلة من هذه الأزمة، وافريقيا بشكل خاص او بشكل اعم عانت من هذه الآفة. الهجرة غير المنتظمة ازاي بتأثر على الفرصة الديموغرافية؟ ازاي بتأثر على التنمية؟ ازاي بتمنع الشباب من انه يكون فاعل جوه بلده او وطنه؟ طيب شكرا جزيلا. اسمح لي بس ان انا اتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا المؤتمر الهام وخلق الحوار مش بس بين مصر وشبابها ولكن ايضا العالم اجمع، واشكر كمان الشباب على هذا التنظيم الرائع المحترف الحقيقة. يعني عودة الى سؤال حضرتك، العملية الفرصة الديموغرافية والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي دي عملية بتقوم بالأساس على الاستمرارية والبناء. فحضرتك بتبتدي من الطفل الصغير، بتعلمه وبتنميه مهاريا وبيكبر ويخش سوق العمل ويستطيع انه يعني ينطلق منه مهارات ويبقى في عندنا الانتربرونورز وخلف رواد الاعمال. فحضرتك بتيجي بعملية الهجرة سواء كانت قصرية أو نظامية أو غير نظامية، بتقطع هذه العملية، بتخش في النص، فما بيبقاش حسب المرحلة العمرية اللي بتخش تقطع فيها هذه العملية بيحصل خلخل. فلو العملية نظامية فبيكون في اتفاق بين الدول وفي الدول المستقبلة والدول المصدرة، وبيكون في سياسات تسمح باحتواء العمالة الزائدة. لكن الهجرة القصرية أو الفورست مايجريشن دي هترتب عنها أشياء أخرى ستمس بالأكثر المرأة والطفل، لأنه الطفل مش هيقدر يكمل العملية التعليمية بتاعته، المرأة ستضحي بنفسها من أجل الأطفال، فهتكون هي اللي بتدفع ثمن عدم التغذية وعدم وجود صحة. للأسف المرأة في هذه الحالة بتتعرض إلى مضايقات ومتاعب كثيرة، يعني نحن في، فهيكون الإجراء الآخر إنه إذا كانت الطفل بنت هتحميها بالزواج، فهيبقى في زواج مبكر وهنخش في مشاكل أخرى، هتحرم من التعليم وبالتالي هتقطع برضو العملية التنموية المستمرة. وإذا كان الطفل ولد هيحاولوا يوفروا له يعني الإمكانات لتعليمه وخلافه. بس في كل الأحوال حضرتك عملت لخبطة في الكيان الاجتماعي سواء كان للأسرة أو للطفل أو للمرأة أو خلافه. طيب أنا بس هقطع حضرتك هنا، إيه السبب الرئيسي لحدوث ده؟ هل نزاعات، حالة اجتماعية، حالة مادية؟ سبب إيه بالظبط؟ للهجرة أو الطفل؟ الأسباب الهجرة كثيرة، يعني خصوصا في القارة الأفريقية تحديدا، في بعض التهجير القصري، في صراعات وبالتالي بيحصل نزوح، وفي يعني احنا بنسميها هجرة قصرية، وهم مضطرين يسيبوا مكانهم ويروحوا لمكان آخر. فحضرتك بتشيل زرعة من مكانها تحطها في مكان تاني، محتاج كل البيئة الداعمة تتغير، كل البيئة اللي حواليها تقدر تساعد هذه النبتة الجديدة على النمو والمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي وخلافه. ده بيتطلب مننا ايه؟ بيتطلب مرونة في السياسات. اولا اثناء المسار الهجرة نفسه ده بيتطلب حماية للمهاجرين، فكل دولة بيمر عليها المهاجرين دي هتتطلب حماية معينة، هيتطلب انه يبقى في جهود تعليمية، هيتطلب ان يكون في جهود من المجتمع المدني في هذه الدول لاحتواء
المشاكل الموجودة، المجتمعات بينها وبين بعضها حتى في الهجرات بتبقى بتقدر تتعامل مع نفسها وتبني من نفسها وتبتدي يبقى في خدمات منهم فيهم، سواء تعليمية، فهتلاقي كبار السن بيعلموا الصغيرين اللي بنسميه intergenerational communication، يعني هتلاقي فيه أساليب كثيرة. في الآخر احنا عايزين الشباب، مش بس الشباب، حضرتك زي ما قلت بتبني عملية فهتوصل لانه مرحلة الشباب دي قادرة على الانتاج، بس انت كمان عايز انه الشباب دول يفضلوا مكملين لحد ما يبقوا كبار السن ويبقوا كمان قادرين على الانتاج. فحضرتك النهاردة بتدور على فرصة ديموغرافية في وسط الشباب، غدا هتكون في وسط كبار السن، والعملية دي هي دي اللي احنا بندور عليها في التنمية المستدامة. يعني كل أهداف التنمية المستدامة بتبحث على الشراكة، على التنمية المستمرة، على خلق أجيال في المستقبل قادرة على العيش بكرامة و أجيال فاعلة، أجيال فاعلة ومساهمة في طبعا النمو الاقتصادي. أنا هتنقل من حضرتك لدكتور ألكسندر ساشا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر. كلمنا عن الهجرة الغير منتظمة. حضرتك ممثل لمنظمة تابعة للأمم المتحدة. كيف يتم التكامل ما بين المنظمات الحكومية والمنظمات الأممية ومنظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص، منظمات في كل العالم، لمنع الهجرة غير المنتظمة وتحقيق فعلا عائد ديموغرافي أو تحقيق تنمية مستدامة عن طريق ان احنا نمنع آفة ممكن تضر المجتمع وبكل تأكيد بتضر كل المجتمعات؟ Okay, thanks, Yusuf. First, allow me, you know, Your Excellency, President Abdel Fattah el-Sisi. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحيي السيد رئيس الوزراء والوزراء. أنا أشعر بأنني محظوظ في وجودي هنا. يوسف، دعني أقول، أن أعلق على ما قلته في افتتاح هذه الجلسة. قلت شيئا مهما، أن هذا التقسيم الديموغرافي في عندما ينمو سن عمل العمالة، هذا هناك شرط في هذا. بالفعل هذا يحدث ولكنه مشروط، وهو النمو الاقتصادي المحتمل الذي يؤثر عليه التغير الديموغرافي، إلا أنه مرتبط أيضا بالتغييرات السياسات الاجتماعية. إذا كنا نتحدث عن كيفية تطوير الاقتصاديات، ونحن نفعل هذا عن طريق معدل التبعية أو الاعتماد. إذا نظرنا إلى الصغار تحت سن 14 عام، سيكون مستوى الإنفاق عليهم سيكون في التعليم، ثم السكان فوق 46 سيكون موجه للصحة. إذا كنت أنا بالأساس من صربيا، وأنا هنا ضيف في مصر، وعندما كنت طالبا في كلية الطب أرى مصر لأول مرة، كنا أسمع عن العصر الذهبي للتخطيط العائلي أو تنظيم الأسرة، ثم نظرت إلى ما حققته مصر في هذا الموضوع، وكيف أن مصر وضعت سياسات متقدمة لتقليل معدل الإنجاب. كان معدل الإنجاب من 5.8 إلى 3% فقط. هذا معدل رائع. إذا كان معدل الإنجاب 3.5، إذا حافظنا على هذا وجعلنا المرحلة السنية التي يعمل فيها الشباب كما هي، هذا جيد. أما ما نريد أن نفعله هو أن نقلل من مستوى السن في الاعتماد على الآخر عن طريق تقنين الإنجاب والصحة السكانية. ما فعلناه وكان جيدا هو أننا نظرنا إلى برنامج
برنامج التخطيط العائلي أو الصحة الإنجابية، ثم نظرنا مرة أخرى إلى التقسيم الديموغرافي، وكان هذا شيء بسيط، مجرد أن تقلل من مستوى النمو السكاني أنه مطلب هام جدا، ثم نركز بعد ذلك على الإصلاح الصحي والإصلاح التعليمي حتى يكون النظام التعليمي أكثر مسؤولية تجاه السوق، سوق العمل، ثم وضع السياسات الاقتصادية التي تخلق فرص عمل جديدة وتجعل أن هناك اشتراك من الشباب ويكون الفائدة على الجميع. ثم لكي أعود إلى سؤالك بشأن الهجرة، من الهام جدا أن نضع أولوياتنا، وهي تبدأ من وضع العمل على استقرار النمو السكاني، وكيفية تأثير النمو السكاني على أمن الحدود والجو، طقس مصر، على حافة التقسيم الديموغرافي، ونريد أن نحصل على كل المصادر التي لدينا حتى نسيطر على هذا التقسيم الديموغرافي ويبدأ بالتخطيط للإنجاب. ولا بد أن أفعل هذا فقط. التجربة المصرية في التسعينات لتنظيم الأسرة، وحضرتك أشرت لانبهارك بها تحديدا، وأنا بحط خط تحت كلمة انبهار، بكوت your words I'm quoting your words، تبس كلماتك. ما أقوله هو أنه مطلب التخطيط والبرنامج السكاني مطلب. أعذرني عن استخدام مصر كمثال لأنه المكان الذي أعمل فيه. هذه المبادرات الرئاسية التي تحدث وأنك تستثمر في الشباب، نود أن يكون لنا تدخلاتنا في نمو هذا البلد الجميل. إذا نظرت إلى القاهرة هي في مرحلة الاكتفاء ولا يمكن الإحلال والإبدال فيها. نريد أن نتوجه إلى الصعيد، نريد أن يكون هناك تخطيط سكاني في جنوب مصر، وأن نؤكد على جودة النظام التعليمي. ولا يمكن أن ننسى أن الشباب الموجودين الآن في الغرفة هم آباء المستقبل ويريدون أن يعرفوا ما هو التقسيم الديموغرافي. إذا نظرنا إلى العالم ككل، 85% من السكان أو من الدول هي في مرحلة متقدمة من التقسيم الديموغرافي، وهذه المناقشة التي تغلق المناقشة. سادة الضيوف وحضرات الحضور، أهم المجالات اللي تكلمت فيها اللجنة أو الحضور على الستيج على البانل النهاردة كانت استثمار في الشباب عن طريق الاستثمار في الصحة، في قطاع الصحة، في التعليم والتعليم المهني والتدريب للحصول على الوظائف، البنى التحتية واندماج الدول، والمشاركة وتضييق الفجوة ما بين الأجيال وما بين الحكومات وشبابها. دائما احنا كده موجودين في منتدى شباب العالم وبنقدر نتكلم قدام رؤساء دول ووزراء ورئيس دولتي ووزير خارجية دولتي وكل الحضور. أنا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم، وبشكر كل ضيوف مصر، نورتوا مصر ونورتوا شرم الشيخ وبلد يعني إحنا أخوات، وأهلا بكم مرة تانية في مصر، وحنتظركم السنة الجاية إن شاء الله في منتدى الشباب الثاني. شكرا جزيلا لكم. كده إحنا وصلنا النهاردة لختام هذه الجلسة، ونشكركم مرة تانية. شكراً.